السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. النهاردة هنعمل شوربة قرنبيط زي ما حضراتكم شايفين كده. انا معايا قرنبيط الكمية بقى اللي انتوا تحبوها، معايا بصل احمر بصلية كبيرة، معايا 3 فصوص ثوم، ومعايا بطاطاية صغيرة. دي هتدي اللي هي عملية الربط. ممكن تحطوا شوفان زي انا ما بحط، ممكن تحطوا بطاطس وممكن تحطوا بطاطا. وموضوع البطاطا ده، طبعا البطاطا اللي فايدتها الجميله من ضمن فوائد البطاطا اللي بتهم الستات بجد، يعني انها بتحفز الكولاجين في البشره. فالبطاطا من الحاجات الجميله اللي لها فوائد حلوه جدا يعني. تمام. وعندي كمان اللهم صل عليك يا نبي، عندي مكعبين زبده وعندي شويه زيت. تمام. وهنولع الطاسه، نولع يعني تسخن الوجب بتاعنا كويس. وعندي التوابل بتاعتي برضو هحمصها شويه مع الخضار ده. الخضار ده يا جماعه لازم ياخد تشويحه حلوه كده عشان بيدي طعم بصراحه في النهايه حلو. وهنشوف بقى في الاخر لما تستوي، هنشوف نزودها لبن كريمه، هنشوف ادينا مع بعض، هنشوف هنكملها ازاي. اول حاجه هحط شويه زيت. تمام، عشان الزيت ما تتحرقش. التوابل دي مش قلت عليها ولا لا؟ فلفل اسود، جوز الطيب، وشويه ملح بس. هي دي التوابل بتاعتي. تمام. القرنبيط صحيح انا سلقته لمده 10 دقائق في ميه وشويه كمون عشان تنزل الغازات اللي في القرنبيط، شويه ميه وملح وشويه كمون. وبعد كده لما صفيته كده خلاص، انا هاخده كده صدمه في الايه، في الزيت بتاعي. ممكن لو انتوا عايزينها خفيفه شويه ما تحطوش كريمه، تستبدلوا وتحطوا مثلا ايه كوبايه لبن على حسب ما انتوا عايزين اللي انتوا حابينه. ممكن بدل البطاطا لو انتوا ما بتحبوش البطاطا حطوا جزرايه. الخضار بتاعنا اتشوح اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليه بالتوابل بتاعتي اللي هي رشه جوز الطيب وملح وفلفل بس، عشان كمان هي تاخد تشويحه. التشويحه دي بتدي طعم الاكل، طعم الشوربه حلو جدا، بيبقى طعمها حلو. اللي مش عايز يشوحها ويعمله كده عادي براحتكم يعني، بس انا مجربه الشوربه كده بتبقى جميله جدا. خلاص تمام كده، ونحط الميه بتاعتنا. هنسيبه بقى يستوي. تمام. نرجع لكم لما يكون استوى وبرد نشوف نكمل الوصفه بتاعتنا. بصي يا ستي، الشوربه بتاعتنا اهي بتاعت القرنبيط مع البطاطا مع البصل اللي احنا عملناها بردت، وانا فضيتها في الخلاط عشان تنضرب بعد ما بردت. عندي دول شويه كريمه، كانوا معلقتين عندي في الثلاجه. انتوا عارفين بعمل دايما الشوربه بتاعتي بمرقه، قصدي بلبن، لكن هم كانوا فاضلين عندي فقلت ايه هحطهم عليهم معلقتين لبن. تمام. هنضرب الشوربه بتاعتنا ونشوف. شايفة انها محتاجة شوية لبن. شوف القوام بتاعها عامل ايه.
عايزه اشوف الملح اخباره ايه. شويه شوربه بالبطاطا والقرنبيط، والله ما يستاهلوا الا بقكم. محتاجين شويه اللبن دول نحطهم، محتاجين ايه يا ربي، رشه ملح. خلي بالكم احنا حاطين ملح في التتبيله، يعني احنا واحنا بنسويه حطينا ملح، احنا مش عايزين كتير، عايزين سنه صغيره. جماعه فظيعه، شوربه فظيعه فظيعه، يعني مش قادره اقول لكم على جمالها. بس كده وهنضربها. بالعكس مش عارفه ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه بتاعتنا رائعه. عارفين يعني ايه رائعه؟ رائعه بجد. اول مره اعمل شوربه بالبطاطا.